اي زمان في بقرات ياكلون كثير. تعال والله يا اخي انا ابغى هذا اللي ياكلون ماجد هناك ثلاث انفار. تعال نفذ وجهك تعال من اخر الوقت. الله يبيد وجهك حبيبي. نسمي سمو بسم الله. سمو هي عينك بسم الله. والله بطاط حط الله وجهك. والله رجع في البطاط انا ما ابغى حط الشباب يحط بطاطس كيف والله حنش طاحت البطاطس يا رب قلبه الله يبيله بالسحين عظم املاهي واحده ابو ناصر نبيك والله انت قاعد محلك انا والله هذا عندك والله هذا عندك اجيك بيجي حرام لقوم والله قاعد انا محلك محمد مجرش انا هذا السبب اللي خليني ما ادخل اشارك متسابق ببرامج الواقع ليه اقعد 96 يوم ما اشرب مستحيل هو نعم يلا تعال صح انه يعني مضر يعني ما نسال هم اللي يمنعون علينا دولي عالميا معروف ما يمنعونه الا في برامج سابقه ما يمنعونه ايه بس يقول لا يطلع نجيب لك اياه بس بدون قطاسه انت وش يعني رايك طيب انا بقول اباض تعال يا سلام ابو سعيد تعال تعال ابوي هلا صح اباض اقطع البث وتعال تعش معنا والله مو راضي يقطعون البث يجون يتعشون معنا اباض بصراحه زعلان يقول كيفه ولا كيفك كيف كيفه هو زعلان يزعل حقله يرضى